وهذا دعم كل عشرات المليارات. هذا الفصل الاول من السنه كل 42 مليار روبيه خزينه الدوله. هذا المحروقات، هذا فارق بين سعر المحروقات السعر الاصلي والسعر اللي نباع فيه للاستهلاك مباشره. 42 مليار امرو، 42 مليار امرو كلفتها هذا الفصل الاول من السنه حتى جون. نتيجه كان الدعم عام، معناها ان تم السعر ثابت ما اقرب شيء. وهذا على اساس كانت الحكومه متوقعه ان الازمه عندها فتره زمنيه معينه، وبالتالي كانت تختار تتحمل هي هذا المواطن ياك فتره ازمه ما يتاثر بقضاء الاسعار المحروقات اللي كيف قلتوا تدخل في قبض من قطاعات انتاجيه.